بكفاءة عالية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، في حين تمكن بعضها من إصابة أحد مباني مركز البحوث في برزة الذي يضم مركزا تعليمي. سوريا تندد بالضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أراضيها، والجيش السوري يعلن التصدي لمعظم الصواريخ التي أطلقت عليها. موسكو تدين الضربات الغربية على سوريا وتطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن سوريا. حلف الناتو وعدد من الدول الغربية تعلن تأييدها للضربات الجوية على المنشآت الكيميائية في سوريا، والأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد الوضع هناك. العاشرة صباحا هنا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة نبدأها بعد فاصل قصير. نددت سوريا بالعدوان البربري الغاشم على أراضيها، وذلك في أعقاب الضربات الغربية التي وجهتها واشنطن وباريس ولندن ضد مراكز ومقرات عسكرية فجر اليوم، بزعم الرد على هجوم كيميائي مفترض في مدينة دوما اتهمت دمشق بتنفيذه. وقال مصدر رسمي في الخارجية السورية في بيان أصدرته الوزارة إن سوريا تدين بأشد العبارات الهجمات الثلاثية ضدها، والتي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئه ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ويظهر مجددا استهتار دول العدوان بالشرعية الدولية التي طالما تحدثوا عنها كذبا وبهتانا. وأوضحت الخارجية السورية أن توقيت العدوان الذي يتزامن مع وصول بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا يهدف أساسا إلى إعاقة عمل البعثة واستباق نتائجها. أكدت وكالة الأنباء السورية أن الحياة طبيعية في دمشق، نافية جميع ما تناقلته وسائل الإعلام الداعمة للإرهاب حول انتشار الدبابات في شوارعها، مؤكدا أنها أكاذيب وتلفيق ولا أساس له من الصحة. بالتزامن أذاعت الحكومة السورية مشاهد فيديو للرئيس بشار الأسد أثناء توجهه لمقر عمله بعد ساعات من الضربات الغربية على مواقع سورية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بتنفيذ عملية عسكرية بسوريا فجر اليوم بمشاركة فرنسا وبريطانيا، بزعم الرد على هجوم كيميائي مفترض في مدينة دوما اتهمت دمشق بتنفيذه. واستهدفت الضربات الغربية مركز البحوث في حي برزة الدمشقية شمال شرق، مما أدى إلى تدمير مبنى يحتوي على مركز تعليم ومختبرات علمية، واقتصرت الأضرار على الماديات حسب ما أفادت وكالة سانا السورية. وفي وسط البلاد استهدفت صواريخ مستودعات الجيش حيث تم التصدي لها وحرفها عن مسارها، مما تسبب بجرح 3 مدنيين. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ضربات بلاده في سوريا تقتصر على تدمير قدرات نظام دمشق في إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية. من جانبه وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العملية العسكرية في سوريا التي شنها التحالف الأمريكي البريطاني الفرنسي بأنها مشروعة ومحددة الأهداف ولم تستهدف حلفاء دمشق والسكان المدنيين. وقال لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم إن اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سوريا غير مقبول، وأضاف أن الهدف هو ردع النظام السوري عن استخدامها بعد تحذيره من الرد حال وقوع هذا النوع من الهجمات،
بعد أن تمت عرقلة القرارات في مجلس الأمن حول سوريا. واتهم لودريان الرئيس السوري بشار الأسد بأنه عمد خرق حظر استخدام الأسلحة الكيميائية رغم تعهده بتفكيك ترسانته للأسلحة الكيميائية. أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ليلا على سوريا استهدفت المركز الرئيسي للأبحاث الكيميائية وموقعي إنتاج للبرنامج الكيميائي غير القانوني التابع للنظام السوري. وأضافت في تصريح من قصر الإليزي أن قدرة تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية هي التي تضررت، وأوضحت أن الهدف بسيط وهو منع النظام من استخدام الأسلحة الكيميائية من جديد. رحب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بالضربات الأمريكية أو الضربات العسكرية التي شنتها القوات البريطانية ضد منشآت للأسلحة الكيميائية في سوريا بالتعاون مع حلفائها الأمريكيين والفرنسيين، معتبرا أن العالم متحد في الشعور بالاشمئزاز إزاء أي استخدام للأسلحة الكيميائية وخصوصا ضد المدنيين. كانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي قد بررت مشاركة بلادها في الضربات العسكرية في سوريا إلى جانب واشنطن وباريس، قائلة إنه لا يوجد بديل عن استخدام القوة لحماية الأشخاص الأبرياء في سوريا. وأكدت مي أن مشاركة القوات البريطانية لا يعني تدخل لندن في الحرب الأهلية السورية أو بغرض تغيير النظام السوري، ولكنه بغرض منع استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية. دعت موسكو لعقد اجتماع عاجل بمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الغربية ضد سوريا. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا لم تستخدم أنظمتها الدفاعية الجوية في سوريا للتصدي للضربات الغربية على منشآت للنظام السوري. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة وحلفائها أطلقوا أكثر من 100 صاروخ عابر وصاروخ جو أرض على سوريا، مشيرة إلى أن القوات السورية اعترضت عددا كبيرا منها. وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا كبيرا من هذه الصواريخ. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي، وهو بطبيعة الحال حول الضربات التي وجهتها بلادها بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى قواعد سوريا. قتلوا وذلك بشكل وحشي وهمجي ومريع في دوما، وكان هناك مئات من الجرحى. نحن عملنا مع حلفائنا لتقييم ما حدث، وكل المؤشرات تشير إلى أن ذلك كان هجوما كيماويا. رأينا مشاهد مريعة لنساء وأطفال ميتون وقضوا بسبب تلك الأسلحة الكيماوية. الوقت الذي شهدت فيه هذه الهجمة الكيماوية طبعا كان هناك أطباء ومسعفون شاهدوا ما الذي حدث من أعراض باستخدام الكلور وكذلك كل الأعراض على الجلد والبشرة وكثير من الأعراض الأخرى. كان هناك مئات الجرحى الذين وصلوا إلى المنشآت الصحية بأعراض معروفة بأنها تنشأ عن استخدام المواد السامة. كذلك نحن نعرف من هو المسؤول عن هذه الانتهاكات. مجموعة من البيانات الاستخبارية تحدد أن النظام السوري هو المسؤول عن هذه الهجمة الأخيرة. لا يمكنني أن أقول لكم كل شيء، لكن دعوني أقول لكم دليلا أدى بنا إلى هذا.
الاستنتاج. كان هناك برامج متفجرة استخدمت لإلقاء هذه المواد الكيماوية، وكان هناك معلومات تحدثت عن وجود تحركات في بمروحيات تلقي براميل متفجرة تحمل غازات سامة ومحظورة. طبعا المسلحون من المعارضة لا يستخدمون المروحيات، لا توجد مجموعة أخرى يمكنها أن تشن هذا الهجوم. داعش ليست موجودة في دوما، وكون هذا الهجوم لا يجب أن يفاجئ أي أحد. نعرف مسبقا أن نظام سوريا لديه تاريخ حافل باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه. في 21 أغسطس كان هناك استهداف للسكان في الغوطة الشرقية، وكذلك كانت هناك حوادث أخرى للهجمات الكيماوية. خان شيخون نظام سوريا استخدم السارين ضد شعبه وقتل نحو 100 شخص، وكذلك جرح أكثر من 500. وهذا يدل على أن هناك نمط منتظم من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، ونحن نقول إن النظام السوري واصل استخدام الأسلحة الكيماوية، وما دام يفعل ذلك نقول إنه يجب وقفه وسنواجهه. نحن حاولنا أن نسخر القنوات الدبلوماسية بشكل متكرر، لكن هذه الجهود ميدانيا وفي مجلس الأمن قوضت وعرقلت. في أغسطس 2013 النظام السوري تعهد بتفكيك ترسانته الكيماوية، وروسيا تعهدت بأن تحرص وتضمن فعل النظام السوري لذلك حسب اتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لكن هذه الالتزامات لم يتم الوفاء بها. كذلك بالنسبة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قالت إن هناك العديد من البرامج لتفكيك الترسانة النووية غير مكتملة، وهناك بطبيعة الحال استخدام لغازات الأعصاب وبعض المواد الكيماوية التي يجري إنتاجها في سوريا. المحققون حققوا في الحوادث السابقة وتم توصلوا إلى أن 4 حالات ثبت فيها استخدام الأسلحة الكيماوية، وإن كل محاولة لمحاسبة المقترفين عرقلت من قبل روسيا في مجلس الأمن، وذلك باستخدام 6 أصوات فيتو. فقط هذا الأسبوع روسيا رفعت حق النقد الفيتو ضد تعيين وتفويض لجنة للتحقيق لتحقيق فيما حدث في دوما، بل أكثر من ذلك قالت إن ذلك الهجوم هو فبركة من قبل بريطانيا بشكل عبثي. إذن في المستقبل يجب أن يكون هناك محاسبة لكل من يستخدم الأسلحة الكيماوية. خلال الأسبوع الماضي عملت بريطانيا مع الحلفاء الدوليين من أجل معرفة الصورة كاملة وإقرار أو تقرير كيف يمكن أن نخفف الوضع الإنساني الذي أصبح كارثيا بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية، ووصلنا التنسيق مع المستشار الأمن القومي ووزير الدفاع ونظرائنا، وكذلك عرفنا الصورة الكاملة بحسب التحديثات، وبناء على مشوراتهم تمكننا إلى التوصل إلى خلاصة مفادها أنه يجب أن نخفف المعاناة الإنسانية التي يسببها الهجوم الكيماوي للنظام السوري، ويجب أن نردعه عن مواصلة ذلك. لا يتعلق الأمر بالتدخل في حرب أهلية، ولا يتعلق الأمر بتغيير النظام السوري. كما ناقشت مع الرئيس ترامب والرئيس ماكرون، هي ضربة محدودة ومحددة بحدود معروفة، وتحرص على تفادي التصعيد وتفادي إلحاق أضرار موازية جانبية. وكما قلت هذه الضربة محدودة لأنه كان هناك مخزن للأسلحة الكيماوية ومركز للبحوث الكيماوية، وكذلك مخزن يشمل إنتاج بعض المواد والعناصر الكيماوية. النظام السوري وبنشره هذه المواد الكيماوية فهو يخرق
يترك ذلك التعهد الذي سبق أن ضربه بأن يتخلص من تسانة أسلحة الكيماوية. في خانشيخون العام الماضي كان هناك ضربة لردع الأسد، لكن الأسد لم يتوقف بعد ضربة خانشيخون. الآن جاء دور التحالف من قبل فرنسا وأمريكا وبريطانيا، وصمم هذا الهجوم ليكون لديه أثر أكبر على قدرات النظام السوري وقدرته على شن الأسلحة الكيماوية. وهذا الهجوم يرسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتساهل مع استخدام الأسلحة الكيماوية. كذلك أود أن أكون واضحة وأقول إن هذا الإجراء العسكري يقول أو يرسل رسالة بأننا علينا أن يجب أن نصمم على حل الأزمة السورية بشكل سلمي. نحتاج من كل الشركاء والحلفاء وخصوص وكل الأطراف، نريد أن يتم السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وسنواصل السعي من أجل الإلحاح على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، لكن في الوقت ذاته لا يجب أن يسمح بالأسلحة الكيماوية بشكل همجي ووحشي داخل سوريا وخارجها، ويجب أن يكون هناك تسوية سياسية واستخدام كل الطرق من أجل وقف أي استخدام الأسلحة الكيماوية، وذلك وفاء لذلك العهد الذي أخذناه على عاتقنا منذ قرن. استخدام غاز الأعصاب في الأراضي البريطانية هو في نفس هذا السياق، ولذلك إننا نريد ردع النظام السوري ونرسل رسالة إلى كل شخص آخر يمكن أن يخطر بباله أنه يمكن استخدام السلاح النووي دون عقاب. بطبيعة الحال من واجبي كرئيسة الوزراء أن أعطي تعليماتي للجيش البريطاني بالاشتباك والذهاب للقتال. هذه أول مرة أقوم بها بصفتي رئيسة للوزراء، وأنا ممتنة لهم وأحييهم على مهنيتهم وحرفيتهم. كنا نأمل أن يكون هناك مسار بديل آخر، لكن لا يمكن أن نسمح بالتطبيع مع استخدام الأسلحة الكيماوية سواء في سوريا أو في شوارع بريطانيا أو في أي مكان آخر. نحن نقول إن هناك إجماع دولي أن الأسلحة الكيماوية لا يمكن السماح باستخدامها. هذه الهجمة هي في مصلحة الأمن البريطاني. التاريخ الحديث يفيد بأنه عندما نحترم المعايير الدولية وعندما تنتهك هذه المعايير علينا أن ندافع عنها، وهذا ما فعلته بريطانيا دائما، ولذلك سنواصل عمل هذا الأمر وهذا النهج. سأخذ بعض أسئلتكم. سأبدأ بلورا. Thank you, Prime Minister. Laura Kunzberg, Your logic is that chemical attacks must not هو أن السلاح الكيماوي استخدام السلاح الكيماوي لا يجب أن يذهب دون عقاب. هل ستفعلون نفس الشيء إذا عاد الأسد الكرة مرة أخرى؟ وهل تشعرون أن هناك إجماع جمهوري، إجماع وطني داخل بريطانيا، مع العلم أنكم لم تستفتوا البرلمان؟ كما قلت، ذلك القرار الذي اتخذناه مساء ليلة أمس هو ردع النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيماوية. كما قلت، كان هناك تقييم ولا يزال يجري، لكن نعتقد أن الضربة كانت ناجحة. النظام السوري يجب دون شك أن يواجه بحزمنا عندما يخرق اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. أعتقد أنه الشيء الصائب وأن هذه الضربة تصب في مصلحة الأمن القومي البريطاني، لكنه هي أيضا تخدم الأمن الدولي. حتى يكون هناك وضوح بأننا عندما نرى أن أشخاصا يعتقدون أنهم يمكن أن يفلتوا من العقاب عند استخدام الأسلحة الكيماوية هم خاطئون. وعلي أن أقول إنه منذ عقود نقول وكل يعرف أن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر محظور وغير قانوني ولا يمكن أن نسمح به. تيم، Thank you, Prime Minister. شكرا رئيسة الوزراء. You were hinting towards the end of your statement there about possible further تحدثت عن إمكانية
توسيع الضربة أو توجيهها لداعمين لنظام الأسد؟ هل يمكن أن تتحدثي عن الدعاية الروسية وما الذي قلته خلال هذا الأسبوع عن دعم روسيا لنظام الأسد وعن تورطهم في ذلك؟ أولا كما قلت جوابا على استخدام غاز الأعصاب في سالزبوري، نحن ننظر إلى كل العناصر التي يمكن أن تحدد كيف نرد، ونحن نقول إننا سنتخذ قرارات وإجراءات ضد التمويل غير المشروع من روسيا، وسنواصل تقييم هذه العناصر. كما تعرفون أنا قدمت مقابلتين تلفزيونيتين وقلت فيهما إننا نحتاج إلى اتخاذ إجراء ونحتاج إلى استعادة القانون الدولي والعرف الدولي بأن السلاح الكيماوي يجب أن يستخدم. في هاتين المقابلتين قلت إننا نعمل مع الشركاء والحلفاء الدوليين من أجل أن يكون هناك تقييم شامل ميداني حول ما حصل وكيف يمكن أن نرد على ما حدث، ونقول إن الهجوم ليلة أمس كان نتيجة لذلك العمل. أيضا آدم رئيسة الوزراء، إذا أمكنكم التحدث عن قراركم فيما إذا كان صائبا أن لا تأخذوا موافقة البرلمان البريطاني، لأنه كما تعلمون جيريمي كوربن بالمقابل شعر بأن أو قال بأن كان أنه كان يجب أخذ موافقة البرلمان وعدم تكرار خطأ توني بلير في 2003. كما قلت للتو أنا أعتقد أن هذه الضربة كانت ضرورية وأنها الشيء الصائب بالنسبة لنا. نحن عملنا مع حلفائنا وشركائنا خلال الأسبوع الماضي، أولا من أجل أن يكون هناك تقييم شامل لما حدث ميدانيا، وثانيا لمعرفة وتحديد الإجراء المناسب وكيف يمكن أن يفعل ذلك بالتوقيت المناسب حتى نتصرف ونتحرك مع فهم ما يحدث ميدانيا، وأن يكون هناك تخطيط لكل إجراء، لكن أن نفعل ذلك في وقت مناسب وأن يكون هناك رسالة واضحة للنظام السوري. كذلك كان مهما وحسب رأيي أنه بما أننا نقول أن أسوأ شيء يمكن أن يفعل هي أن نبدأ نرسل طواقمنا العسكرية إلى الميدان. في ذلك الحال كنا سنحرص من أجل سلامتهم أن نوسع نطاق الموافقة، لكن بهذه المرة نحن خططنا بعد أن قيمنا الوضع ميدانيا وبعد ذلك تصرفنا في حيز زمني ضيق وقصير لخدمة الأمن الوطني البريطاني، ونرسل رسالة إلى النظام السوري. You explicitly linked أنت ربطتي التسميم الذي تعرض له الجاسوس السابق لروسيا في سالزبوري مع استخدام السلاح الكيماوي للنظام السوري في سوريا. أمين العام للأمم المتحدة قال إن الحرب الباردة عادت مجددا ويجب احتواء هذه الأوضاع من الاتساع. كيف نستعيد الهدوء والأمن؟ أولا بالنسبة لسالزبوري أنا أحلت إليه لأنه كان هناك استخدام غاز أعصاب في شوارع سالزبوري ببريطانيا. الهجوم الذي حدث ليلة أمس ركز على الردع القدرات الكيماوية ورغبة النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي بشكل متكرر، لأنه استخدم ذلك مرارا وتكرارا. لكن يجب أن يكون ذلك الهجوم رسالة أيضا بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية ولن يسمح بإفلات المقترفين لذلك من العقاب. هناك فهم مشترك بأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحظر وفق الاتفاقية استخدام تلك الأسلحة، ولم نرى في التاريخ الحديث استخدام هذه الأسلحة، ولذلك من الصائب أن يجتمع المجتمع الدولي ويقول إننا لا نقبل ذلك ونعطي رسالة واضحة بأننا نريد أن نعيد سريان الأعراف الدولية بأن الأسلحة الكيماوية يجب أن تبقى محظورة.
بنديكت بافيو فرانس 24. إذا كانت الأسلحة الكيماوية استخدمت مرة أخرى في سوريا، هل المملكة المتحدة ستشارك في هجمات محددة أكثر وفي الأسبوع المقبل؟ هل تشعرين بضغط بطلب الضوء الأخضر من البرلمان؟ وما مدى أهمية كون الرئيس ماكرون مع هذا التحالف الثلاثي ويشارك في هذه العملية؟ كيف تصفين التنسيق البريطاني والفرنسي حول هذه العملية؟ أولا بالنسبة للبرلمان، أعتذر، كان علي أن أحيل إلى هذا الأمر في البداية. سأكون في البرلمان يوم الاثنين لأحضر جلسة استماع ليسألوني عن هذه العملية، لكن أعتقد أنه من الصائب أننا قمنا بهذه العملية لأننا بعد تقييمنا ودراستنا للاعتبارات الأمنية وكذلك لإرسال رسالة حول استخدام الأسلحة الكيماوية، أعتقد أن ما اتخذ سينجح في ردع القدرات للنظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وكذلك نريد أن نضعف رغبته وقدرته على استخدام هذه الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر. كذلك علينا أن ننظر إلى المجتمع الدولي ونقول إنه يجب أن نعيد الوضع إلى طبيعته حيث يكون السلاح الكيماوي مرفوض من حيث الاستخدام ولا يجب أن يتكرر. كذلك هذه العملية نسقت مع المملكة، مع الولايات المتحدة وفرنسا، وكذلك هذا يعزز علاقاتنا مع فرنسا. نعرف أن لدينا علاقات متميزة مع فرنسا أمنيا وعززت خلال القمة البريطانية الفرنسية في بداية هذا العام، وعملنا على تعزيز تنسيقنا الأمني والدفاعي. إذا كانت هناك هجمات كيماوية أخرى من قبل النظام السوري، هل ستنفذون هجمات إضافية ضد النظام السوري؟ أم ستنتظرون الضوء الأخضر من الشركاء؟ سأذهب في هذه الحالة إلى البرلمان البريطاني وسأقدم تصريحا في البرلمان. وإذا تحدثنا عن الطيف الواسع من القضايا، كانت هذه ضربة محدودة ودقيقة، هذه التي حدثت ليلة أمس من قبل ثلاثة حلفاء. لا أحد يجب أن يخطئ بأن حزمنا حول هذه القضية يصبو إلى العودة إلى الوضع الدولي حول حظر الأسلحة الكيماوية. شكرا جزيلا. الحرب الأهلية السورية قد رأت وشهدت الكثير من حركات النزوح من الشرق الأوسط باتجاه الغرب. هل تعتقدون بأن تحرككم اليوم وتحركا أكثر من الغرب ربما سيجعل عددا أكبر من اللاجئين والنازحين يأتون إلى أوروبا؟ وهل تخططون مثلا لضربة مقبلة؟ وحتى أيضا هل تفكرون في مساعدة اللاجئين؟ نعم، بكل تأكيد ارتفاع موجة اللاجئين هو بسبب تلك الحرب الأهلية في سوريا، ولقد رأينا عددا كبيرا من الناس ينزحون داخل سوريا وأيضا لاجئون خارج سوريا في كل دول المنطقة. وأيضا بكل تأكيد لقد تلقينا عددا منهم هنا في المملكة المتحدة، ولكن تركيزنا هو دائما على دعم اللاجئين في المنطقة. وطبعا وهناك دول كثيرة وأيضا بمساعدة الدول التي استضافت عددا كبيرا منهم مثل الأردن ولبنان وتركيا، وطبعا نحن ندعمهم في كل هذا. ولكن هدف هذا التحرك هو لمنع معاناة الناس أكثر. وطبعا لقد رأينا تلك الصور الفظيعة وقرأنا التقارير عن ذلك الهجوم الذي حدث في دوما، ولذلك فإنه من المصيب بالنسبة للمجتمع الدولي أن يتحرك ليرسل هذه الرسالة الواضحة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية. هل أنتم قلقون بأنكم ربما لا يدعمكم الشعب البريطاني بشأن هذا التحرك؟ يقال إن هناك فقط 5 البريطانيين ربما يساندونكم.
حسنا، أنا كما قلت لقد اتخذت هذا القرار لأنني أعتقد بأنه الشيء الصواب لفعله، وأعتقد أن رسالتي للناس هي بأن هذا بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية. لمئة سنة كان لدينا موقف متوافق عليه في المجتمع الدولي بأن هذه الأسلحة غير شرعية واستخدامها غير مشروع وهي محظورة، ولقد رأينا طبعا هذه القوانين تنتهك، انتهكت بعدة طرق، كما رأينا طبعا ذلك الغاز، غاز الذي استعمل هنا في بريطانيا في مدينة من مدننا، ورأينا أيضا النظام السوري وهو يستعمل ويستمر في استخدام الأسلحة الكيماوية، رغم أنه قال إنه قد فكك استخدام الأسلحة الكيماوية وروسيا كانت ضامنة لذلك، ولكن تبين بأن الروس لم يفوا بعهدهم. لذلك فمن المهم بالنسبة لرفع معاناة المدنيين في سوريا، وأيضا إذا تراجعنا مثلا إلى الوراء ورأينا هذا بصورة أكبر، فهذا في مصلحتنا جميعا بأن نعيد فرض القوانين هنا أو في العالم من خلال حظر استخدام الأسلحة الكيماوية. هل تألمتم نتيجة هذا القرار؟ هل هي تبقيكم يقظين أثناء الليل؟ أنا قلت مرات ومرات بأنه ليس هناك أخطر قرار بالنسبة لرئيسة الوزراء أو لرئيس الوزراء بريطانيا بأن يرسل جنودا للقتال، إنه قرار لم أخذه طبعا بسرعة وبسهولة. لقد عقدت اجتماعات مع وزارتي وأيضا أجريت محادثات مع حلفائنا الفرنسيين والأمريكيين، ولكن في نهاية المطاف أعتقد بأنني فعلت الشيء الصواب، لأننا رأينا هذا الاستعمال المستمر للأسلحة الكيماوية، وعلينا أن نقول بأن هذا ينبغي أن يتوقف، وهذا كله في مصلحتنا جميعا حتى نضمن بأن لا يتم استخدام هذه الأسلحة، وهو أيضا مهم لمستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة. Hello, Toby Helm from The Observer. من الواضح بأنه كان هناك موافقة من البرلمان طبعا أنه لم تكن هناك بسبب التوقيت، ولكن حينما يعقد البرلمان الأسبوع المقبل هل ستحاولون أن تجمعوا البرلمان لدعم استراتيجيتكم؟ وبما أنكم فتحتم الباب ربما لتحرك ربما أكثر أو في المستقبل، هل ستسعون إلى كسب تصويت ما؟ كما قلت وكما أوضحت في سؤال بأنه كان من هذا الجواب طبعا اتخذ لأسباب عملية أو أسباب عملية وبعد تقييم وبعد تخطيط، وأعتقد بأنها كانت الشيء الصواب. وطبعا كما قلت ربما أول فرصة أستغلها حينما يكون هناك البرلمان يوم الاثنين، سأذهب إلى هناك لألقي خطابا ولأسمع أيضا رؤى أعضاء البرلمان وأراءهم. طبعا سأكون واضحة مع البرلمان كما كنت واضحة اليوم، وأنا واضحة مع الجميع بأن هذا ليس بشأن التحرك للتدخل في حرب أهلية، إنه ليس بشأن مثلا تغيير النظام، إنه بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية، إنه محدد والأهداف محددة وضربات حدثت حتى نضعف ونردع قدرات النظام على استخدام الأسلحة الكيماوية. شكرا سيد رئيس الوزراء. أثناء خطابكم تحدثتم مرارا عن ضحايا دوما، وهل اعتبرتم بأن يكون هناك بعض الضحايا مثلا أن يحصلوا على الرعاية الطبية كما حصلوا عليها سكريبال مثلا هنا في لندن أو في الغرب؟ وثانيا النظام السوري لديه ربما أيضا مخزون كيماوي لم يهاجم، هل ستلاحقون ذلك المخزون أم أنكم ستوسعون ربما حلفكم الثلاثي؟ قبل كل شيء بشأن النقطة الأولى، أحد أهم القضايا بالنسبة للمملكة المتحدة وشركائنا الدوليين، فنحن طبعا قلقون بقدرة الدخول وتوفير الدعم الضروري للضحايا، لأولئك الذين عانوا من الكارثة الإنسانية بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية
كيماوية وعموما في سوريا. كما تعلمون فقد أجرينا عدة محاولات من خلال الأمم المتحدة ومن خلال طرق أخرى ليتاح لنا الدخول وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها مثل الرعاية الطبية وغيرها، ولا نزال ندفع باتجاه ذلك. إذن هؤلاء مدنيون أبرياء وطبعا هم بحاجة إلى دعم طبي وغذائي. أما في الرد على الأسئلة الأخرى، أعتقد أنه من المهم بأن كان هذا تحركا جماعيا من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، وكان هناك عدد أيضا خطابات داعمة من زعماء أخرى من دول أخرى بعد ذلك التحرك. نية المجتمع الدولي ينبغي أن نبذل كل الجهود من خلال قنوات عديدة لنضمن بأن نرسل هذه الرسالة الواضحة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية، وهذا هو الهدف من هذا التحرك، ولذلك سنضغط من خلال طرق عديدة. Thank you, Prime Minister. Japan's newspaper, Yomiuri Shimbun. Because of this continuing and heightening هذا التوتر المستمر والمكثف بين الغرب وروسيا، بعض الناس بدأوا يسمون هذه بالحرب الباردة الجديدة. ماذا تستطيعون أن تفعلوا حتى لا تقود أو تقودكم هذه التحرك العسكري إلى حرب باردة جديدة؟ كما قلت، هذا التحرك كان مركزا على نشاطات النظام السوري. بكل تأكيد النظام السوري طبعا تدعمه روسيا، وهذا التحرك هو بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية. كما أننا يجب أن ننظر في القضايا الأخرى بالسلام والاستقرار في سوريا والوضع السياسي هناك، ولا نزال نعمل مع كل الأطراف والشركاء، وطبعا روسيا وتدخلها سيكون طبعا جزءا من ذلك، حتى نعيد السلام والاستقرار إلى سوريا ونضمن مستقبل سوريا. سايمون إزرا من قناة 4 نيوز. Given the failure, بالنظر إلى الإخفاق الذي ذكرتموه، بإخفاق كل الجهود الدبلوماسية لحد الآن، ما هي الخطة بعد هذه الضربات؟ What is the plan, your plan, ما هي خطتكم بعد هذه الضربات؟ كما قلت، الجهود الدبلوماسية بنفسها لم يكن لديها وقع، ونحن اتخذنا طبعا هذا التحرك العسكري، ومع ذلك فإننا سنكثف الجهود الدبلوماسية ونعيد إحيائها مرة أخرى. بكل تأكيد سنفعل ذلك من خلال الأمم المتحدة للضغط باتجاه تحقيق أو فرص للتحقيق، ونحاسب أولئك الذين استخدموا الأسلحة الكيماوية. كما قلت، فإن الهدف من هذا هو تقويض القدرات العسكرية للنظام السوري، وأيضا تقويض قدرته على استخدام الأسلحة الكيماوية. وهناك قضايا أخرى بشأن رسالة من المجتمع الدولي عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وكما قلت، نحن سنفعل هذا من خلال الأمم المتحدة ومن خلال منتديات أخرى. Thank you. Ed Malnick from the Telegraph. Were there any communications with هل كانت هناك إمكان تواصلات مع الجيش الروسي والحكومة الروسية بشأن التحرك العسكري قبل اتخاذها؟ هل كان هناك؟ هذا ليس شيئا المملكة المتحدة تدخلت فيه أو انخرطت فيه. كما تعلمون طبعا، إنها صورة معقدة بشأن العمليات التي حدثت في سوريا، وطبعا كان هناك تخطيط مكثف قبل هذه الضربات لنضمن بأننا يمكن أن نقلل التداعيات على المدنيين، ولنضمن أيضا بأن هذه الضربات تستهدف أهدافا محددة، وهي طبعا القدرات الكيماوية للنظام السوري. Thank you, Nina from the Press Association. What would you say to Britain? ماذا ستقولون للبريطانيين وأولئك الآخرين الذين طبعا يخافون تداعيات أو ردود أفعال؟ طبعا لقد اتخذنا خطوات لنضمن بأننا سنقدم الدعم، ونظرنا إلى أولئك البريطانيين خارج البلاد الذين هم قلقون بشأن هذه الهجمات، وطبعا وزارة الخارجية تقدم المشورة والنصائح لما يفعلونه في ظل هذه الظروف. Katrin Karl, Süddeutsche Zeitung. Prime Minister,
بكل تأكيد طبعا منظمة حظر الأسلحة الكيماوية كانت في طريقها إلى دوما اليوم. لماذا لم تنتظروا يوما أو يومين قبل طبعا لتحصلوا ربما على موافقة وما إذا كان تم استعمال واستخدام الأسلحة الكيماوية؟ وطبعا نحن نعلم بأن الروس قالوا إنه ليس هناك أي هجوم هناك. قبل كل شيء لقد بذلنا كل الجهود خلال الأسبوع الماضي لتقييم ما حدث على الأرض كما أوضحت تماما في خطابي. أعطيت أمثلة عديدة عن العوامل التي كانت موجودة والتي جعلتنا نقتنع بأن هناك استخداما للأسلحة الكيماوية وبأن النظام السوري يقف وراءه. هذا ليس الهجوم الوحيد الذي حدث. فأسباب تحركنا ليس فقط بسبب ما حدث في دوما ولكن بسبب سلسلة استخدام الأسلحة الكيماوية. طبعا منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 4 مرات فتشت هناك وتحققت وأوضحت بأن النظام قد استعمل هذا السلاح. وأعتقد أنه كان من المهم بأنه مع وصولنا إلى هذه النقطة ولدينا طبعا كل المعلومات والمؤشرات التي تدل على أن هجوما كيماويا قد حدث على يد النظام السوري، فوضعنا خطة ثم اتخذنا التحرك المناسب. بالنظر إلى الهجوم الكيماوي الذي حدث من قبل في سوريا والمملكة المتحدة لم تتخذ نفس الإجراءات مثل أمس، هل تعتقدون أن قراركم الليلة الماضية بشأن سوريا كان ليكون نفسه لو لم يحدث هجوم سالزبري؟ نحن ننظر في ما حدث في سوريا والاستخدام المستمر للأسلحة الكيماوية في سوريا بعد خان شيخون الولايات المتحدة تحركت لوحدها واختارت ذلك. أما فيما يخص هذه الهجمات أعتقد أنه كان من المصيب بالنسبة إلينا أن يكون هناك تحرك جماعي والذي أظهر طبعا قوة التحرك الذي اتخذناه وكان تحركا أكبر بعد من خان شيخون. ولكن طبعا هذا يقوي الرد أيضا رد المجتمع الدولي. لقد كنا قلقين بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا والأدلة والدلائل التي جمعت بشأن استمرار النظام في استخدام الأسلحة الكيماوية، لذلك شاركنا في هذا الضربة. لدينا الآن 3 فقط ربما. أنا لم تتضح لي الصورة بعد بشأن البرلمان. في حدث مثلا إذا اختارت بريطانيا أن تشارك في تحرك عسكري آخر، هل ستعرضون هذا على البرلمان؟ هذا كما قلت، هذا القرار اتخذته لأنني اعتقدت أنه القرار الصحيح. طبعا البرلمان لديه السلطة، ولكن في لأول فرصة في البرلمان ستكون لدي فرصة ربما لتطرح علي بعض الأسئلة، وسأكون هناك يوم الاثنين للرد على الأسئلة. ولكن نية من وراء هذه الضربة لردع النظام السوري عن القيام بمثل هذه الأفعال. طبعا كما قلت سنكثف جهودنا الدبلوماسية بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية. بالنظر إلى استخدام روسيا المستمر للفيتو، هل تنظرون الآن إلى فعالية الأمم المتحدة ومدى فعاليتها؟ رسالتي هي هذه بالنسبة لمجلس الأمن، لأعضاء مجلس الأمن. طبعا للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هناك عدد معين فقط ومحدد. أعتقد بأنه من المهم بأن أولئك الذين يجلسون في تلك الطاولة بأن يتحملوا مسؤوليتهم جديا ليخدموا المجتمع الدولي بالنسبة للقرارات المتخذة. آمل بأن التحرك الذي قمنا به في سوريا سيردع ويقوض قدرات النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيماوية ويرسل رسالة إلى الآخرين بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية. هذا ممنوع وغير مشروع ولا يجب أن يحدث. ويليام جيمس، رويترز. Prime Minister, you've been very clear that this was not about Amnesty regime كانت, change. Why not? And is it the British position now بأن هذا ليس بشأن تغيير النظام؟ لماذا لا؟ وقلتم إن ربما أن هل بشار الأسد سيبقى ما دام لا يستخدم الأسلحة الكيماوية؟ كما قلت هذا فقط بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية. هناك القضايا الأخرى بشأن المستقبل السياسي والحلول السياسية في سوريا، وهي قضية طبعا سنستمر في التحدث عنها ومحاولة إيجاد حل مع شركائنا وحلفائنا. الآن السؤال الأخير.
David Woodingson on Sunday. I'm just wondering, in light of the benefit of hindsight, do you feel that this what's happened over the last 5 years بأن ما حدث بعد في 2013 وعدم تحرك المجتمع الدولي ربما أن التحرك قد يضر أكثر من عدم التحرك؟ بكل تأكيد كما تعلمون كنتم عضوا في الحكومة في 2013 وصوت من أجل التحرك عسكريا، ولكن حينما عرضنا ذلك على البرلمان اعتقدنا بأن ذلك هو القرار الصحيح، ولكن بالنظر إلى طبعا عدم التزام نظام الأسد بتدمير الأسلحة الكيماوية، فإن الروس كما قلت هم الذين ضمنوا ذلك وذلك لم يحدث. تابعنا مشاهدين الكرام المؤتمر الصحفي الخاص برئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي، والذي ألقت في بدايته بيانها عن الضربة العسكرية الصاروخية التي وجهت إلى سوريا فجر اليوم، ثم دار نقاش مع الصحفيين أجابت فيه على العديد من أسئلتهم. في البداية بررت رئيسة الوزراء البريطانية هذه الضربة التي وجهت لسوريا بوجود أسلحة كيميائية وبوجود عدد من المواقع، موقع لإنتاج هذه الأسلحة وموقع آخر لإنتاج مواد تدخل في صناعة الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى مركز أبحاث خاص بهذه الأسلحة، وأشارت إلى أن الضربة لا تستهدف تغيير النظام أو التأثير على مفاوضات التسوية، وصفتها بأنها ضربة محدودة ودقيقة، بالإضافة إلى أوصاف كثيرة من بينها في تكرارها الكثير أنها ضربة استهدفت ردع النظام عن تكرار هذه الضربات الكيميائية على حد تعبيرها، بالإضافة إلى أحاديث مطولة. سنعود إلى هذه المتابعة في أسئلتنا وفي متابعتنا الإخبارية على مدار الساعة، متابعة لهذه الضربة الثلاثية الأمريكية الفرنسية البريطانية التي وجهت إلى سوريا فجر اليوم، ولكن